قصدت أن آتيها في فصل الصيف حتى أتأكد عما يقال عنها أن صيفها يتحول إلى خريف ويصبح قريبا من أجواء الخريف في صلالة، فوجدت أن درجة حرارتها منخفضة عن غيرها من المناطق المجاورة لها جنوبا وشمالا، وتأكدت أن للأشخرة طقس استثنائي. احنا عندنا الخريف في بداية شهر 6، من بداية 6 يعني عندنا الخريف، يعني الرطوبة تستوي عندنا من شهر 4 و5 في ناحية الرطوبة، ومن بعد وبعض الأحيان يعني يكون الجو زين يغير رطوبة أكثر نسبتها على شهر 5، من آخر 5 يتبدل عندنا الجو مثل ما يعني برادة الله، يعني وعلى حسب سيرتنا اللي نسيرها في المناطق، حتى خاصة عندنا هنا في المناطق الشرقية تغير الأشخرة عن جميع المناطق الثانية في الجو، في الهدوء، في هدوء الجو. في كيف يصير الجو؟ الجو يصير هادي في المناطق عندنا من الجنوب ومن الشمال، يعني وتصير حوالي 20 كيلو أو 15 كيلو أو 30 كيلو تلقى المسافة غير، تغير عن الجو يعني المنطقة هذه اللي موجود معنا الحين حاليا. نحن الحين في الموقت هذه في نفس الساعة هذه لو تروح إلى منطقة أصيلة ومن السويح وهيك المناطق تلقى يعني الجو سريع حر شوية، لا سريع 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 هو. غبار وجو غير، وإذا تروح الجنوب كذلك، الجنوب كذلك يعني من مسافة من الجفن كي يعني تغير عن الجو الغبار ويتغير عن كل حال، والحمد لله هني من فضل الله يعني الجو هادي ويعني ويوم تسب الكوس يعني عندك في نسبة البرودة تثر لك أنت وأنت جالس، عن الهواء مني من غربة يثر عندك يوم تهب الكوس الساعة 12 عندنا ولا 11 وتهب يعني تغير يستبدل يعني الجو يتبادل من الغرب على الجنوب، يعني تحس حتى في أصبعك وتحس حتى في جسمك الجو يتغير. في رذاذ شيء يجيكم في الخريف؟ بعض الأحيان، بعض الأحيان نعم بالليل أو وقت الغروب يثر عندي هذه الجو، وبعض الأحيان في السنوات الثانية تقطع علينا إذا سار الخريف في صلالة من مرباط علين ريسوت يصبح الجو. الساحل ينادي. أول نطلع والأيام الخريف يعني في كسرات اسمها كسرات النيوم، يعني فصول النيوم من نيم علي النيم يطلع العباث يعبث 3 أيام 4 أيام في الخريف، في الخريف من ناحية الخريف يوصل بعيد؟ لا بس ناحية المنطقة ما يطلع، ما يقدر، ما عنده استطاع يعني لا عنده مكينة ولا عنده الناس اللي يقوم الواي ماشي يطلع بس بالغادو يطلع بالغادو بالغادو يطلع ما يطلع بس بالشرع، يطلع بالشرع يقدر يطلع مسافة قريبة، يعني على ما يقول مثل ما تقول على الشوف العين البر كون تشوفه تحاتك يعني بأيام البر. ما تواجههم صعوبة في الرجوع؟ والله ترى يواجههم صعوبة الطلوع والخروج. كيف؟ يعني بالموي من ناحيه الموي اليوم الحين نتكلم في الموقع هذه اللي احنا نتكلم فيه لا ابانا ولا ايدان قاعدوا فيه هذا المكان من الموج من الموي هذا كل الموي على البر ماشي الموي. ما حد يقدر يستطيع، الذي يقدر اما طلع بقوه او انقلب وسبح، وبعض الاحيان في هواري تنودر البدانه والهواري بعض الاول العاد الاول في زمان يعني يسبحوا للناس الذي قوي النشيط وريال يعني مثل ما تقول رياضي يطلع من العشرة الأنفار بيطلع واحد يوم بيطلع 3 أنفار ولا 4 أنفار ولا بس خلاص ما في كلام، يعني لازم يبند يتبند يعني حوالي 6 شهور 5 شهور يبند الخريف كله. زين وين شغلهم الناس اللي كانوا يشتغلوا بحر وهم هنا؟ والله يشتغلوا ماشي بس للبحر الصيد، لا خلال الفترة في الخريف، الخريف الخريف ماشي يثنوا على البر، البر يروح القعلان بني ولي البر يحضروا يعني في البر يحضروا البلاد يكدوا شرم يكدوا هنا يكدوا هنا. وما أن يشارف الخريف على الانتهاء حتى تبدأ معه رحلة الاستعداد لموسم الصيد، فيها يقوم الصيادون بتجهيز شباك الصيد وصباغتها باللون الأبيض باستخدام طريقة تعرف قديما باسم الهك. قبل ما يخلص الخريف بشهر ولا شهرين ارجعوا
أصبحوا يشتغلوا في الأعمال الذي عندهم في اللياخ في الشغور سموها شغور مال الغشرة مال اليوخ الغشرة سموها شغور والضاغي كان الضاغي ماشي نايله كيف يشتغلوها؟ يشتغلوها بالحيس يحيسوا أول يحيسوا يبرموا مبرم بعدين يكسروا وبعدين يوشعوا وبعدين يسووا هك يهكوا كل هك الأول يسووه محار يجيبوا محار من البحر محار أي مال الصويلح مال ما أدري إيش ها وشبوا عليه النار شبوا هنا نار تشب من بعد ما يدقوه ويطحنوه من بعد يخلوه يوب النور استوى الصب ماني الأول كان عنده يعني عنده اختراعات وعنده يعني أمور يخترع من فضل الله والعمل تاعي ماشي واستوى الصب واستوى الصب استوى الصب أبيض والأشخرة كغيرها من مدن الساحل ترسو فيها سفن الأسفار التي تأتي من الشمال والجنوب ومع قدومها يبدأ الجميع في تقديم الخدمات لهذه السفن وتزويدها بالماء والبضائع أول كانت ترسي هنا شرقي شرقة هني مكان سمى على الشط ندور شرقي ويوم نسيح البر يجي البر هني يحطوه يعني في الوقت الصبح الفجر الصبح ذهبوا طعوم ذهبوا دقالة ذهبوا شغلهم ذهبوا حبالهم في السحب ما حد يتعايز الأول ناس فيهم أول ما حد يتعايز من أول قلوب فيها رحمة العطف صحيح مالك أنت الأول ما يعني عبارة ماليني مالك أنت ومال الثاني مال الثالث العيوز هي قبل الشباب والشباب هي قبل اللبو بيش بالتكاتف صح وبالمعون وبعد الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله على الله يجوا يسحبوا أول قبلي والثاني والثالث ومن عقب لك نهار ثاني يوم مرة ثانية أطلعوا مرة ثانية حل التكوير نفس الشيء حريم يسوق مية من مكان يسمى العويص بعيد من هنا؟ بعيد نعم حوالي 4 كيلو 3 كيلو شيء 4 كيلو طويان هناك طويان مية حلو ويجيب الحريم كل واحد تنجربه المن لا السفي اللي بيسافر أي الرفيق واحد ريال واحد اللي بيسافر يصبحن عنده 30 قرب 40 قرب اللي هم البلد اللي هم البلد أو سواين الذي معهم موجود ترى في ناس قبائل ساكنين غير كله نفس الشيء ماشي عندنا الحمد لله تورط من أول النهاية إلى آخر النهاية ماشي عندنا كلنا واحد الحمد لله تسمعني ولا معك يسوقوا يجيبوا قربهم وكل واحد من قربته يو شلوا قربوا ردوهم وكل واحد معلم قربته نهار ثاني الصبح العصر جابوا لهم قربهم وقالوا ندوك على قرب ساقوا ملح ساقوا الحاية ورب العالمين الله رادهم السفر ملح وملح من وين يجيبوه؟ يجيبوه من يشروه هلو يملحوا من هناك من يشلوا قلي يغير يجيبوا من بر الحجمان مكان مكان يسمى لبر الحجمان ومكان في يازر اسمه هيتان يجيبوا ملح من هناك يملحوا من هناك يملحوا عاد يسافروا كده ويشتغلوا راعي يازر يقعد في يازر راعي شربثات يقعد في شربثات حد منهم يروح يسافر الغيضة حد من هن يسافر حافون صومال وعرب متنقلين ومعارسين من شربثات معارسين من صوقر معارسين هني وعيالهم موجودين وشربثات تانية اللي يكلمك من ولاية شليب من شربثات أني أمي خوالي بطاحل أني اللي يكلمك الحين ماشي بعد ما تقول واحد الدائر ولا غير أني اللي يكلمك وغيري هني ثلاثة من شربثات من الجزيرة الحلانيات صالح بن راهد ذراعي محراب مية ما أثني ومعرس وياي بنات ثلاث من الجزيرة من الجزيرة محمود ها ما من جزيرة محمود الحلانيات الحلانيات جزيرة العرب أيوة نعم سمعني ولا روحنا بعدنا من حادرين يناك في الغيضة في قفزان معرسين هلنا منك يما عندهم وياي بينا أولاد وموجودين وعيالهم يا أبو عيال من الصومال هلنا معرسين وعيالهم موجودين الساحل ينادي هلا كانوا يصنعوا عندنا نداء وساتيد اولاد ريحان من نفس المنطقه يعني من نفس الفخيذ يعني الجعابر غيرهم يسموهم اولاد ريحان لغبولهم فكانوا يصنعوا البدانه
ويصنعوا الهوارية ويعني ويشتغلوا لحسب الشغل يعني الأول طبيعي شغل يعني المهنة العمانية. وين كانوا يصنعوهم؟ يصنعون كانوا هنا في عويقة. في عويقة؟ في منطقة عويقة. أه. ومنطقة عويقة كان هي الأساس الذي هيش فيها يعني مثل ما تقول الميناء. في منطقتين عويقة اسمها عويقة الغربية هذه، وفي منطقة ثانية عويقة الشرقية الذي هي شرقي كاسر الأمواج. سافر بحفظ الله، سافر وقت الغبشة، ترجع باكر دارك الساحل يناديك. قديما كانت القوارب والسفن الصغيرة تذهب إلى البحر من خلال ميناء طبيعي في مكان بين حصات مهكة والدايق والشط. أما حديثاً فإن السفن والقوارب ترسو في ميناء الصيد البحري، والعجيب في هذا الميناء أنه في فترات من العام يقل العمق عند مدخله لدرجة أنك يمكن أن تمشي على قدميك عند مدخل الميناء. الساحل هنا والأشخرة هي نيابة تتبع ولاية جعلان بني بوعلي بالمنطقة الشرقية، وبها حيان رئيسيان هما حي عويجة وحي مندسة، وفيهما تتوزع المنازل قديما وحديثا، ويرجع السبب في تسميتها بالأشخرة في بعض الروايات إلى كثرة وجود شجر الأشخر في هذه المنطقة. الأشخر سموها منطقة الأشخر اللي كان فيها أشخر شجر، شجر أشخر وفيها أثل، أثل والأثل يغطي يغطي يعني يقول لكم تمشي على راسك ويغطي، فهذه يوم سموها الأشخر وسموها، والباقي اللي سامي يعلم الله حن يعني لا نقرأ ولا نكتب ولا عندنا تاريخ على كل حالة على حسب إيش حسب الدراية والشوف ولا والسمع الأولي. ومناطقها كانت هذه كانت مناطقة من عويجة اللي هي عويجة، عويجة وهي مندسة، مندسة مندسة ومدشام وصحون، كل منها مناطق وايد يعني فيها توزيعات وايد. وبيوت الناس، وبيوت الناس كانت غربة، اول كانوا اهلنا ساكنين غربة، حتى المغابرهم غربة، حوالي ثلاث مغابر اربع مغابر، الحين تنقل من هناك ثلاث مغابر كلها. بيوتهم بسيطة كانت، كانت بسيطة بسيطة ولا والله بسيطة، نعم بسيطة يعني عدد كان خفيف، والان الحمد لله اول يموت عليك في الحول اربعة، اليوم الحمد لله رب العالمين. الغدف يجي من بلاد البولي بعض الأحيان، نسلي من بلاد البولي، والذي يخرف هني في ناس يخرفوا هني ما يخوزوا، يغدفوا باتوا طول الليل يغدفوا في البحر، حصاتن تشلهم وحصاتن تواطيهم، ويوم يصبح الصيد يصبح الصيد محتاج هي سووا بالصيد مو ودروا في الثلاجة. ولا حرمت ما تطلع من داخل البيت يوب الحين البنات الحين هلا غير ترى والله الأول غير. أيوة. يا بن الصيد وقسمنا ودرنا يبيت فلان ويبيت فلان ويبيت فلان ويبيت فلان. الحرمة الذي مسافر زوجها ولا مروح رأيله والعيال ما عنده أحد عنده أولاد صغار تأكل حال اللي بايت طول الليل سهرة. حال البيوت الثانية. حال البيوت الثانية. المرق. اليوم الحمد لله ودر وكرتون رو. حال الأول عندنا مرق. وكل مرة عليكم ما بينكم. كلكم مار عليكم اللي موجودين كل اللي موجودين في عمان كلنا مار علينا المرق. انت قاسم يوم ما عندنا ودام ولا عندنا خصار تسموه خصار هل هالصلاله؟ نعم نسميه خصار. السمك يسموه خصار، والكنعد يسموه طرنيك، طرنيك والسكله احنا اللي نسميها سكله هم يسموه غوده. سمعني ولا؟ هذه كل شيء احنا الاول. انت قاسم والطمكري، والطمكري اسمه طمكري احنا نسميه قصعير اللي هو الصال، اللي هو الصال صاله اسمه صاله. سمعني ولا؟ فحن عارف المسألة كلنا عايشين من القلوبنا على الشمال الأول التعاطف عندنا والرحمة والخير، كان مصاحب هايشة ماشي ولا مصاحب بحر، التبادل والتقاسم والعطف موجود موجود. حن الحين يوم يجونا ناس من برا
يتعجبوا يقولوا ايش الرحمة والعطف الذي موجود هنا الحمد لله. يبكوا من اللي قول للرحمة واللي قول للأمان. صحيح. الناس تقاتل، الناس تموت في مخباك قرطاس كلينكس يقتلوك في دول الثانية وفي بناس برا. وحن شل شنطتك ولا شل شنطتك في داخل مخباك ولا بيديك طلع من البنك وروح سير من يهاريك ما حد. هلا موجودات عندنا في المنطقه هذه كل الحمد لله موجود الخير في عمان كلها. في عمان كلها الحين ما نقول في منطقه واحده، نقول في عمان كلها. يوم بتي لو الهنا يشلوا تفك وشلوا باكور والخنجر ومحزم والسيف ولا كلهم ما ادري انه بعد يبقى فوق 100 وكل وخايف يتلفت جنوب وشمال من ما يتلفت، ما حد بيجي من برا، يخاف من اخوته ومن اهله ومن جماعته. واليوم الحمد لله نجي لك رملة الحي الله رملة ورقد وفي أمان. من يعني الأمان؟ يعني من الله ومن فضل هذا الإنسان الذي يعني نزل علينا. نزلت اللي نزل علينا نزلت رحمة الحمد لله، وإن شاء الله نكون في الرحمة الحمد لله إن شاء الله. سمعني ولا؟ إن شاء الله تستمر الرحمة. وين مستمر إن شاء الله؟ الأمان إن شاء الله. الدار بهله. صحيح. الدار بهله. إذا حنكني أرباع تكاتفني العمانيين إن شاء الله نكون في الخير.